السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. في فيروس منتشر الايام دي، هعرفكم عليه واقول لكم تتعاملوا معاه ازاي. اسمه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV. هتقولوا لي هو ده لسه ظاهر جديد يا دكتورة؟ هقول لكم لا، ده منتشر من زمان جدا. ده فيروس تم التعرف عليه سنة 1956. طب ايه اللي ظهره لنا دلوقتي تاني؟ هقول لكم في فصيلة في الشمبانزي واسمه الغريب المخلوق ده، لانه بيلتحم مع الخلايا اللي بيصيبها وبيكون شكل خلية كبيرة. طب هتسألوني وتقولوا لي هو ايه مشكلته وليه منتشر في الفترة دي؟ هقول لكم هو فيروس بينتشر خلال فترة الأمطار، الفترة اللي هو الموسمية الشتوية. بيصيب الجزء السفلي من الجهاز التنفسي اللي هو منطقة الصدر أو الرئتين، وأعراضه زي دور الإنفلونزا العادي، مش بتعرفوا تفرقوهم عن بعض. في ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة، وفي التهاب في القصيبات الهوائية، يعني لما تيجوا تتنفسوا كده بتحسوا بصعوبة وألم أثناء التنفس. كمان بيكون في تزييق في الصدر أثناء التنفس. الفيروس المخلوي التنفسي ده من الفيروسات المعدية جدا بالرذاذ الخارج، سواء كان عطس أو سعال. طبعا طالما الموضوع متعلق بالرئتين، يبقى هتلاقوا وتحسس في الرئتين أو حساسية أو التهابات، هتلاقوا في كحة باستمرار، والكحة دي خطر جدا على الناس الموجودين حواليكم، لان بيخرج من السعال ده او اثناء العطس رذاذات كده، وهو ده بقى اللي بيسبب العدوى. الانسان العادي ممكن يتعافى منه بعد اسبوع لاسبوعين. طبعا بيكون اكتر خطورة على الاطفال الاقل من سن سنة، وكبار السن اللي عندهم امراض مزمنة او امراض مناعية، خلوا بالكم عليهم كويس جدا. ممكن مع شدة الأعراض الطفل بيحتاج إنه يتحجز في المستشفى، لأن غالبا العدوى الفيروسية بتتفاقم إلى التهاب رئوي بكتيري. هتقولولي برضو زي الفيديو اللي فات، طب العلاج إيه يا دكتورة؟ هقولكم مفيش علاج للفيروسات، بنعتمد على علاج الأعراض. يعني خافض للحرارة لو في سخونية، لازم سوائل دافية كتير، وده دور الأمهات، خلي بالكوا كويس جدا وركزوا في النقطة دي معانا. زي ما شرحنا في الكلام اللي قلناه قبل كده، ده فيروس، يعني ما ينفعش أول ما يظهر الأعراض ندي مضاد حيوي على طول، كده هنزود فترة المرض يا جماعة، وهندخل أسرع في التهاب رئوي بسبب نقص المناعة. خلي بالكوا المضاد الحيوي بيقلل المناعة، لازم نسيب المناعة تشتغل شوية، ما تستعجلوش. في تطعيم واقي خاص بالفيروس بيعطى لناقصي النمو حديث الولادة عند عمر معين. بنرجع ونقول الوقاية خير 1000 مرة من العلاج، علشان كده أنا جاي دلوقتي أكلمكم بخصوص الموضوع ده. ممنوع تماما تقبيل الأطفال، المريض يقعد في البيت، لا ضرر ولا ضرار. الأكل الصحي ضروري جدا، من أهم أسباب رفع المناعة، فواكه وخضروات طازجة، بلاش لحوم مصنعة اللي هو اللانشون والهوت دوج والبيف، بلاش مواد حافظة. صحتنا وصحة أطفالنا أمانة يا جماعة. الفيروس ده المفروض إن هو عادي، وكمان معظمنا أصابه الفيروس أكتر من مرة، بس ده موسمه خلي بالكم. وكمان في فيروسات بتتزامن معاه في الإصابة، أهمها متحورات كورونا في الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا. في حالات أطفال كتير محجوزة في المستشفيات بسببه. زي ما قلنا كلمة السر هي المناعة الطبيعية. ربنا يشفي أولادنا وأولادكم وأولاد كل البشر يا رب العالمين. الفيروس المخلوي التنفسي. أشوفكم إن شاء الله في فيديو توعوي جديد. دمتم بخير وود وسعادة. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.